تم بالمكتبة الوطنية عرض شريط ميت حي للمخرجة التونسية ليلى الشعيبي الذي يشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الرباط الدولي للفيلم الوثائقي الإفريقي. ويحكي الفيلم طيلة 90 دقيقة، وهو الشريط الوثائقي الطويل الثاني لليلى الشعيبي، قصة حسن الذي قرر العيش داخل مقبرة بعد أن فقد أهله ولم يعد له من يعيله من أقاربه، ليجد نفسه يحرس الموت ويراقب الأحياء. وعبر مشاهد الشريط يتحدث حسن عن مفهوم الحب ونظرة المجتمع الدوني التي تستحضر الجانب المادي للأشياء بعيدا عن القيم المجتمعية التي تنتصر للإنسان. المخرجة ليلى الشعيبي في شريطها ميت حي تسلط الضوء أيضا على وازع اللامساواة التي يتعامل بها الأحياء مع الأموات من خلال استعراض سلوكيات مجتمعية مبتذلة تفتقد للحس الإنساني. وليلى الشعيبي مخرجة تونسية اشتغلت لعدة سنوات في مجالي الصحافة والتصوير قبل أن تتعاطى للإخراج والعمل السينمائي. تنافس فيلم ميت حي على جوائز المهرجان الذي تستمر فعالياته إلى غاية 29 من أبريل الجاري، إلى جانب 7 أفلام وثائقية طويلة.